موجودة جوانا، البذرة دي موجودة، بس امتى تصحى؟ امتى نبقى، امتى نعمل كده؟ ولذلك هكلمكم بكل أمانة وبكل صدق، لو في حاجة أنا عملتها أنا وفريق العمل، فريق العمل بمعنى كلمة فريق العمل، برنامج كله على بعضه، لو في حاجة أنا في يوم من الأيام هكون فخور بيها وأقول إن دي في سيرتي الذاتية يعني حتى يقضي الله يعني أمرا مفعولا، هيبقى الفترة اللي فاتت، في الفترة الأصعب، فترة التشكيك، الفترة اللي كله قال لأ، بس احنا كان عندنا أمل وكان عندنا رغبة نقول إنه والله ينفع نقول آه، بلاش لأ، في وقت الناس كلها كانت متضايقة، وعلشان الموجة كانت موجة ضيق، فكانت موجة الإعلام تعالى نسلخ. في الوقت ده احنا وقفنا وقلنا من فضلكم، ما كلنا ورا منتخب مصر، لو هكون فخور بحاجة عملتها في توقيت صعب، في وقت الدنيا فيه كانت مظلمة، هكون فخور بفريق عمل البرنامج وبالمجهود اللي اتعمل علشان نوصل ان احنا نبقى كلنا ورا منتخب مصر. والحقيقة هو الفخر مردود الى اصله، واصله حضراتكم، اصله انتوا، لان سرعة الاستجابة كانت بالنسبة لي وهمية، هي الاسرع في التاريخ. يعني ايه نبتدي نتكلم معاكم، ابص الاقي مصر كلها بتتجمع ورا الجملة ان احنا كلنا ورا منتخب مصر، فيوصل في كل حتة ان احنا ورا منتخب مصر. بدأنا ده من 14 يوم، اول لما تحدد ان احنا هنلاعب منتخب كوت ديفوار، وبدأناه على ثقة ويقين في وقت الموجة كانت عالية، وفي وقت لما عملنا كده هكلمك بأمانة، البعض قالك ادي يا عم اللي بناخده بقى من الاعلام، هيدينا مسكنات وهيدينا مهدئات، والاخ ابراهيم طالع يقول لك معرفش ايه، ويبع لنا الوهم في ازايز ويقول لنا كذا 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 كذا. والله كل اللي كنت بقوله مخلصا وامينا، يا جماعه احنا ما بنشجعش اسماء، احنا بنشجع المنتخب وعايزين نقف جنبه وفي ظهره، واحنا مش خسرانين، بالعكس كسبانين كلنا. هفكركم من 14 يوم وقفنا في البرنامج ده علشان خاطر حضراتكم، دايما كنتم في ظهرنا واثقين فينا، وقلنا ايه. ما تقومش قومة لأي منتخب في أي لعبة في العالم إلا وجمهوره في ظهره. ما تقومش قومة لمنتخب مصر إلا لما اللعيبة تعرف إنه في ظهرها جمهور كبير، وفي ظهرها إعلام مهتم إنه يوصل صوت الجماهير. اللي دايماً بيلوي دراعك هو صوت القريب مش صوت الغريب. صوت الغريب دايماً وإن كان فيه انتقادات تقليل من الشأن، إلا إنك في النهاية بتعرف تتعامل معاه على إنه هو دي القوة الدفعة اللي هتطلعك لقدام. إنما صوت القريب هو اللي بيتعب، وهو اللي بيألم، وهو اللي بيقلل وبيحبط وبينزل من المعنى. من الآن ومن هذه اللحظة ومن بعد ما تم الإعلان عن أن المواجهة الرسمية ستكون بين منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار، لا شيء يعلو فوق صوت دعم منتخب مصر. وانتهت القصة. ده وقت الشغل، مش وقت الترهيب، ولا وقت الهزار، ولا وقت التخويف، ولا وقت الكلام اللي مش في محله. ده تحديداً وقت الكلام اللي لازم يكون في محله، ده اللي الوقت والكلمة فيه ليها تمام. ومن هذا المنطلق برنامج جمهور الثالثة بيدشن هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر. ده الهاشتاج بتاعنا، والنهاردة كل الرسائل اللي خارجة من كل نجوم مصر هتكون موجودة معانا على الهواء مباشرة لدعم المنتخب ودعم لاعبتنا من دلوقتي ولحد يوم المباراة. اليوم السابع ينضم لحملة أون سبورت وإبراهيم فايق كلنا ورا منتخب مصر. شكر كبير جدا جدا الحقيقة لليوم السابع. وبينضم إلينا أيضا موقع كرة بلس، بشكره وبشكر كل كتيبة العمل
هناك الهاشتاج ده بتاعنا كلنا. ابو معاذ بيقول ان شاء الله نتاهل ونحصل اللقب من بوابه كوت ديفوار. مصطفى بيقول واثقين فيكم يا رجاله. احمد بيقول ربنا يكرمنا ان شاء الله، احنا مصر احنا التاريخ. مصطفى رمضان كوت ديفوار ايه اللي نخاف منها، ده احنا لعبناهم 10 مرات كسبناهم 9. الهاشتاج بتاعكم رقم 1 على مصر، الهاشتاج بتاعكم رقم 1 على مصر على تويتر مصر. عارفين ده معناه ايه ولا لا؟ ده معناه انه رد الفعل بتاعكم بيوصل. كنا وسنستمر ان شاء الله باذن الله ورا منتخبنا الوطني. مفيش اشرف ولا افضل من ان انت تكون ورا منتخب بلادك، والحقيقه انه مفيش اجمل من ان الصوره تكمل، ومفيش اجمل من انه اللعيبه بتاعتك ولعيبه المنتخب تعبر عن نفسها بهذا الشكل البطولي الملحمي في كل مباراه من المباريات اللي احنا لعبناها. نحن افضل منتخب في البطوله بكل ما تحمله الكلمه من معنى، احنا نستحق، ولذلك على كرة القدم أن تبتسم في مباراة النهائي أمام السنغال، لأنه إحنا نستحق ونستاهل. هات لي منتخب من المنتخبات اللي وصلت إلى المراحل الأخيرة قابل اللي إحنا قابلناه، قابل المنتخبات اللي إحنا قابلناها. والله والله أنا بقيت في قناعاتي، أنا مش محتاج حاجة، أنا مش محتاج أثبت حاجة، أنا بطل خلاص. يعني أنا عندي اللي قدمته كبطل، ولذلك كل اللي بشوفه دلوقتي إن إحنا بجد بجد لابد وان نفتخر بان احنا عندنا المجموعه ديت. بقعد اسال نفسي اسئله كتير من نوعيه هو جابها منين عبد المنعم، جابها منين، جابها من اني حته، من اني كتاب. لعيب سنه صغير جدا جدا، ما شافش احتكاكات على المستوى الدولي على الاطلاق، جابها منين؟ يعني اسال نفسي طب انا بفهم انه بقى في حتى شويه تجارب دوليه تخليك تقف قدام الفرق دي، جابها منين عبد المنعم البطوله والقلب؟ وان هو امبارح مش ممكن يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك يا ابني والله ويبارك في عمرك وفي صحتك، حاجه تبقى انت فرحان بيها جدا. جابها منين؟ جاب منين القلب ده قدام الكاميرون وقدام كوت ديفوار وقدام المغرب؟ فرق يا جماعه، ما انت بتكلمش على فكره، لا فرق بعبع، يعني كل واحد فيهم فرقه يعني. وانت بتلعب مين؟ بتلعب افضل خط هجوم في كل حد منهم، يعني انت واخد بالك؟ جابها منين؟ تقعد ازاي كده تقعد تسال عمر كمال عبد الواحد جابها منين؟ انت في النهايه برضو في حاجات احنا كلاشيهات اتربينا عليها في كره القدم. يقول لك اللعيب علشان يبقى موجود لازم ياخد عدد من الماتشات الدوليه البتنجانيه المقلبيه، كل ده خلاص للامانه يعني كارلوس كيروش قتله، انا بكلمكم بصراحه. وما يقدرش مدير فني ينجح باختيارات الا اذا كان اللعيب عنده المردود القوي، فبتبقى نظره من المدرب وقدره من اللاعب على انه ينفذ صح. فجابها منين يعني؟ النهارده انت بتتكلم على فتوح، كنا دايما بنقعد نتكلم نقول فتوح كلاشيه، برضو من ضمن الكلاشيهات اللي فتوح رد عليها. فتوح قوي هجوميا ضعيف دفاعيا، ها فتوح اصبح ما شاء الله الله اكبر عليه لاعب متكامل متطور جدا هجوميا ودفاعيا، حاجه تفرحك، حاجه تبقى انت فخور بيها. الله، هو في حلاوه اكتر من كده يا جماعه؟